لو سألت حد من حضراتكم الرمز اللي باين قدامك ده ايه؟ ايوه بالظبط كده، عبارة عن مضخة طولمبة. برافو عليك. وطبعا طالما هي مضخة او طولمبة يبقى اكيد هتضخ ايه؟ ايوه ايه؟ زيت؟ زيت هيدروليك؟ لا والله، لو انا كنت فاكرها زيت طبيخ، فانت بتنبهني يعني انها زيت هيدروليك؟ ايه يا ابني، زيت ايه؟ ايه اللي جاب الزيت هنا؟ مش في حاجة اسمها ستاندر سيمبل احنا متفقين عليها قبل كده؟ يبقى شكلك كده ما ذاكرتهاش كويس. بص يا ريس، الرمز اللي قدام حضرتك ده عبارة عن رمز مضخة تضخ هواء. ليه تضخ هواء؟ عشان فكرة المثلث اللي موجود هنا. بس كده، طالما انه مفرغ يبقى ده على طول مضخة هواء، وقلنا السيمبل دي أساسية خلاص في شغلنا. نعم، إيه مضخة هواء؟ في حاجة اسمها مضخة؟ آه في حاجة يا سيدي اسمها مضخة هواء. مضخة هواء ما سمعتش عنها؟ اللي هي دي قدامك يا باشا، اللي هي الكمبريسور أو مضخة الهواء. ما هو ده عبارة عن بامب بس بتضخ، بدل ما تضخ سوائل تضخ هواء. طولمبة اللي أنت عارفها بقى اللي هي بتاعة ضخ الزيت، يبقى السيمبل بتاعها مختلف ويكون زي المنظر اللي قدام حضرتك ده. هو ده بقى السيمبل بتاع المضخة الهيدروليكية. تمام، يعني ايه هيدروليكية؟ يعني تضخ زيت، اللي هي زي الجير بامب بقى، بيستون بامب، مضخة سوائل، تضخ بترول، تضخ مية، تضخ زيت، اي حاجة سائلة ممكن تضخها بهذا الشكل. طب ليه بقول لك معلومة بسيطة زي كده وليه تركز فيها وتتأكد منها؟ عشان في يوم من الايام حصل معايا موقف كالتالي. كان في احد الشركات المهتمه او المتخصصه في مجال الحفر الابيار البترول، والشركه دي الحقيقه كانت عايزه تعمل برنامج تدريبي شامل يشمل بقى اساسيات الهيدروليك، وبعدين الهيدروليك المتقدم الادفانسد، وبعدين يشمل بعد كده الالكترو هيدروليك، ويشمل صيانه الدوائر الهيدروليكيه وتصميم الدوائر الهيدروليك والنيوماتيك كمان معاها. فكان الموضوع مطلوب التغطيه كامله لكل ما يتعلق بموضوع الهيدروليك. وقبل التعاقد لقيت المهندس المسؤول عن تنسيق البرنامج ده اتصل بيا بيقول لي الزملاء او الاداره في الشركه عندنا عايزه تقابل حضرتك عشان بس يعني ايه يتعرفوا عليك، وفي نفس الوقت يبقى يتاكدوا او يطمنوا انه المحتويات اللي هياخدوها تتناسب مع احتياجاتهم في المواقع، او ان التدريب هيكون على الحاجات اللي هم بيشتغلوا عليها بالفعل، مش حاجه مثلا اكاديميه او نظريه وخارج السياق اللي هم محتاجين. فقلت له مفيش مشكلة، ورحت هناك قعدت، وبدأوا الزملاء بعد الترحيب والسلامات بدأنا يجيبوا لي الدوائر بتاعت المعدات اللي احنا هنشتغل عليها. طبعا بدأت أبص فيها كده، ففتحت أول دايرة ماشي بصيت فيها وعديتها، وعند تاني دايرة بدأت ألمح حاجات غريبة كده، حاجات ما تركبش مع بعضها زي اللي انتوا شايفينها دلوقتي كده. ده جزء من دايرة بتاعت حفارة بتحفر أبيار البترول. فملاحظين ايه المنظر اللي قدامكم ده وهنا المنظر ده؟ فأنا بقول الله غريبة قوي، ازاي الدايرة دي تدار بكمبريسور هواء والضغوط عندي زي ما انتوا شايفين مثلا هنا في حاجات اهي بتشتغل على 290 بار، في حاجات هنا برضو variable displacement pump، ده المفروض انها هيدروليك، بس ايه اللي يخليها يعني كومبريسور؟ ده انا اول مرة اشوف الحاجات دي، فكانت غريبة يعني. الله، الكلام ده مش مظبوط كده، في حاجة غلط يعني. لقيت بقى الزملاء بيقولوا لي ايه هو ايه اللي غلط، حضرتك دي دايرة هيدروليك. قلت لهم اه بس انا شايف كومبريسور، راسمين كومبريسور في الدايره. فقالوا لي كومبريسور ايه، ما فيهاش الدايره دي كومبريسور، ده كلها هيدروليك يا باشمهندس. فقلت لهم ما هو ده اللي انا مستغرب له. وهنا ساد المكان صمت رهيب للحظات، وبدات بقى الاشارات بلغه العيون تتبادل كده بين الناس، اللي هو ما معناها يعني يا نهار اسود، هو ده الراجل اللي جاي يعلم الناس بتوعنا هيدروليك ونيوماتيك، مش عارف اصلا يفرق بينهم وبين بعض، كومبريسور ايه ده اللي موجود؟ وهنا بقى لمحت النظره دي وفهمت الحوار. فهنا رحت قايل لهم طيب كان في لقطه كده شفتها وهوريها لكم، شايفين اللقطه دي؟ ده جزء من الدايره كده. قلت له طب بص حضرتك كده، الجزء ده عباره عن ايه او يعتبر ايه؟ قالوا لي ده الموتور الهيدروليك اللي بيشغل الونش اللي هنا. قلت له حلو قوي، انا متفق معاك، نفترض ان هو ده موتور هيدروليك خلاص نعديه.
طيب هنا بقى رحت راجع للوحة الأولانية اللي قلت لكم، بصيت عليها وبعدين عديتها ودخلت في اللوحة التانية اللي هي فيها الحاجات دي. فقلت له حلو قوي، بص بقى حضرتك الشكل ده ايه اللي هو ده؟ قال لي ما برضه هيدروليك موتور، ايه المشكلة يعني؟ قلت له اه بس كده حضرتك شايف بقى، انت بتقول على ده هيدروليك موتور وبتقول على ده هيدروليك موتور، مش ملاحظ في فرق بينهم؟ قال لي ايه الفرق؟ دي باينه انها المثلث مفرغ، هنا المثلث مليان. قال لي ودي يعني تعني شيء؟ قلت له اه دي معناها في رموز الهيدروليك ان ده عباره عن جزء يدار بضغط الهواء اللي هو المفرغ، اما هذا الجزء اللي مظلل بالاسود ده يبقى هذا الجزء يدار او يشتغل او يعمل بضغط الزيت او الهيدروليك، وبالتالي انا لما اشوف المنظر ده اوتوماتيك كده على طول هقول ده هيدروليك موتور، اما لما اشوف الشكل ده على طول هقول ان ده نيوماتيك موتور او موتور يعمل بضغط الهواء. قال لي يعني ايه يا باشمهندس تقول؟ يعني عايز تقول ايه؟ ان الدايره مرسومه غلط او ان حد او اللي رسمها غلط، رغم ان الشركه دي شركه عالميه وشركه كبيره متخصصه في هذا المجال؟ قلت له والله بص انا مش هقول غلط وهقول صح، انا هقول على اقل تقدير انها لم تلتزم بالستاندر سيمبل اللي احنا المفروض كلنا بنشتغل عليه او اللي احنا كلنا بنتعامل عليه في مجال الهيدرول. الشركة هي اللي تبقى مسؤولة او مطلوب منها ان هي اللي تجاوب ليه هي حاطة هيدروليك موتور ورسمة الرسمة بتاعته رسمة النيوماتيك موتور. وبدأت اقول له بقى على الستاندر سيمبل او الايزو، تعالى بص كده، قلت له بقى جبت له الايزو 1219 وقلت له بص بقى الايزو هنا بيقول لك دي بامب، الرسمه المظلله دي تبقى بامب، بص حضرتك في حين ان الرسمه اللي تحت اللي هي المفرغه مسميها على طول كومبريسور هنا، بل ان الايزو نفسه محدد ان شكل السهم المفرغ نقول عليه ايه وشكل السهم المظلل نفسه نستخدمه لايه او نقول عليه ايه. بص حضرتك اللقطه دي، السهم المفرغ ده بيقول لك بنيوماتيك سورس اوف انرجي، هنا الهيدروليك او المظلل باسود ده هيدروليك سورس اوف انرجي، يبقى معنى كده ده مسار او مصدر لطاقه هيدروليكيه زيت يعني او سوائل، ده مصدر لطاقه نيوماتيك. ووصلت للمهندس والمهندسين هناك ان ده الهدف الاساسي، انه يتعرف على الاستاندارات العالميه اللي يقدر من خلالها يحدد الدوائر اللي قدامه بتشتغل ازاي وتدار ازاي. انا الحقيقه عايز اقول لكم برضو، قلت لعل وعسى يكون ده راجع لاستاندر قديم لرسم الدوائر، يمكن يكون في المعنى ده ان المثلث الفاضي يعني مثلا ان هو هيدروليك او مش فارقه معاهم ان يبقى فاضي او مليان، يعني اسمه انسي واي 32.10. الستاندر ده اهو زي ما انتم حضراتكم شايفين كده، وده الصوره بتاعته اهيت، بس مكتوب ايه بقى قدامه؟ ان الستاندر ده كان تاريخه سنه 1967، فيعتبر قديم. بس كمان بقى الشيء المؤكد اللي انا يعني طمني اكتر، بصوا الكتابه اللي مكتوبه هنا فيه ايه، بيقول لك ان ده عباره عن جرافيك سيمبل فور فلويد باور دايجرام، خلاص واي 32.10، وبيقول لك بقى ادي الخلاصه انه it is available for historical reference only، يعني ده مجرد ان هو محطوط ليه حاجه بس للذكرى او للذكريات. فلقيت الصوره اللي حضرتك شايفها دلوقتي، انه لما جه رسم الجزء بتاع الهيدروليك بامب، هيدروليك بامب اهو محدده هنا فيكسد ديسبليسمنت يوني دايركشن في اتجاه واحد رسمها اللي هي السهم المظلل ده، والباي دايركشن يعني بتدور في اتجاهين رسمها بالشكل ده، وجي عند الجزء برضو كماله الاستاندر عند جزء النيوماتيك اللي هو البنيوماتيك بامب، اهي بقى اللي كان بيقول لي يعني ايه بنيوماتيك بامب، هو في حاجه اسمها مضخه هواء؟ ايوه يا سيدي اهي قدامك اهي، عباره عن كومبريسور. فحتى الاستاندر القديم اللي محطوط للذكريات برضو مش موجوده فيه حته انه لما يرسم المضخه الهيدروليك يحطها مفتوحه السهم مظلل او غير مظلل، لا محددها برضو في البدايه. وبرضو منتظر رد اهل الخبره والعلم، يعني اذا حد عنده معلومه او حد عنده سبب واضح لان ليه الشركه رسمت بالدوائر دي يقول لي في التعليقات ويفيدنا ويعرفنا لعل استفيد والكل يستفيد معانا. وبرضو قبل ما اخلص الحلقه هسالك سؤال مهم، اكوردنج تو الايزو 1219-1، اظن الكلمه دي بقت دلوقتي سهله ومتعود عليها خلاص، عايزك تقول لي الشكل اللي قدامك ده راكب فين وموجود فين وبيشتغل ازاي. ماشي الحال، لحد هنا ينتهي هذا الفيديو ونلتقي على خير في الفيديو اللي جاي. سلام عليكم.